بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الهادي الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير للجميع، وصباح الورد أيضا للجميع. اليوم الحمد لله برنامج قهوة الصباح مستمر دائما بضيوفه المتعددين، ويعطي المعلومات الجميلة والرائعة. عندنا خبرين اليوم مهمين جدا. أول خبر قريب راح يكون شهر 6 تاريخ 27/6/2019، برنامج الصيفي، برنامج الصيفي بالنسبة للأشخاص الصمح راح يكون في مشروع مهم جدا للأشخاص الصم في السلطنة ومن لمختلف محافظات السلطنة. أتمنى من أولياء الأمور أنهم أيضا يأتوا بأبنائهم إلى محافظة مسقط في برنامج خاص تدريبي في أمور مختلفة، ثقافة مختلفة، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، ثقافة دينية، أنشطة وبرامج ترفيه، مسابقات، أيضا مسرح. كل هذه البرامج يعني نحن نبلغكم عنها بحيث أنه تكون أن تأتوا بأطفالكم بحيث أنه يحصلوا على هذا البرنامج. وهذا البرنامج مدعوم من الجمعية العمانية ذوي الإعاقة السمعية، وأيضا معهد التواصل للتدريب. وهذا طبعا برنامج راح يستمر لمدة أسبوعين من تاريخ 27/6 وينتهي تاريخ 6/7/2019. ونتمنى للجميع أيضا أنه يوصل هذا الإعلان ونستفيد من هذه البرامج. ثانيا، بالأمس كان في مسير لشركة مدائن، وطبعا استدعى كثير من الجمعيات، وهو بمناسبة يوم الصحة العالمي. كان سعادة الشيخ وكيل وزارة الصحة موجود معنا، وأيضا رئيس الهيئة العامة رئيس المنطقة الصناعية أيضا موجود معنا، وكثير من الأشخاص المكفوفين الصم المعاقين أيضا الداعمين لهذه الشركة لهذا البرنامج، والحمد لله استفدنا بشيء كبير. اليوم موضوعنا عن الأخ يعقوب يعرب معنا المعمري، ما شاء الله عليه يعرب، لديه مهارة ممتازة جدا ورائعة جدا، وهي أيضا البحث عن العسل. كيف عرف، كيف يتعامل مع العسل، كيف التحديات اللي واجهها، نحن نعرف تفاصيل من خلال وجودنا معه. وأنا متحمس حقيقة عشان أعرف كل هذه التفاصيل، وأعتقد أنه هذه المهارات كثير موجودة عند السامعين، لكن بالنسبة للأشخاص الصم كيف يستفيد أيضا من قدراته، كيف يعرف الأماكن الموجود فيها العسل في الجبال، وراح نستوضحها من الأخ يعرب. وأول شيء نرحب بيعرب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير جميعا. نعم، شكرا لك يعرب. نعم، هو الأخ يعرب من صحم طبعا، هو ويدرس في كلية الخليج، طالب في كلية الخليج. أنا طبعاً معجب جداً بمهارتك في أن يعني تبحث عن المناحل أو العسل. ما هي الخطوات؟ كيف أنت وصلت إلى هذه المهارة؟ ما هي الطريقة اللي وصلتك؟ تحكي لنا عن هذه التفاصيل. طبعاً بالنسبة لتعليمي عن خلايا النحل، أنا طبعاً ورثتها عن أجدادي وأبائي. تعلمت هذه الحرفة على أساس أني البحث عن خلايا النحل، وطبعاً أنا شخص أصم، طبعاً ما ينقصني السمع، لا بالعكس. طبعاً أنا كنت ألاحظ دائماً والدي وجدي واكتسبت هذه المهارة ولله الحمد. ممتاز ممتاز. كيف من يوم، منذ متى بدأت أنت يعني تتعلم التعامل مع الخلايا النحل، مع مناحل العسل؟ كيف يعني أيضا تنوع أنواع العسل، تعرف أنواع العسل؟ طبعا عمري كان 6 سنوات أو 7 سنوات، كنت أشاهد أبي ووالدي أيضا كيف طريقة تربية النحل، وأنا أكتسب هذه المهارة من والدي والله الحمد. مع تطور وأشوف خلايا النحل، كيف طريقة وجود خلية نحل موجودة قريب لهذا عن طريق مشاهدة والدي، واكتسبت ولله الحمد هذه المهارة، وصارت لدي سهلة. أيضا بدأت في 2008
مع والدي، أيضا كنا نبحث عن خلايا النحل، وأنا شاهد والدي واكتسب منه هذه المهارة، ولله الحمد أتقنتها والحمد لله رب العالمين، وأنا أعمل بكثرة دائما ولله الحمد أنا الحين وحدي أبحث عن هذه الخلايا. ممتاز ممتاز ما شاء الله عليك، أشكر والدك على أنه هو أكسبك هذه المهارة. أيضا سؤال التالي، كيف بحثك أو طريقة بحثك وصولك إلى مناحل العسل ما بين الجبال في الأشجار؟ أولا أستخدم طبعا آلة اللي هي المنظار البحث عنها عن هذه الحمل، وأيضا أستخدم قربة الماء أحملها معي لشجرة البرم، طبعا أعمل قربة الماء الذي أحمله وأسنده في شجرة البرم لمدة 10 دقائق أو 5 دقائق، أنا أنتظر يأتي النحل لهذه القربة، يحتوي على هذه القربة، وأعرف كيف طريقة وين النحل، توجيه النحل بالذات أي طريقة، وأنا أكتسب هذه المهارة ولله الحمد، سواء لجهة الشرق أو جهة الغرب، طبعا أنا أبحث عن هذه الخلايا وأجدها بكل سهولة ولله الحمد. البحث عن الجبال أشاهد هذه الخليات النحل موجودة ولله الحمد، طبعا معي قربة الماء، وأيضا أستخدم منظار لمشاهدة هذه الخلايا النحل وبكل أريحية ولله الحمد. رائع جدا ما شاء الله، يعني يعني الأشجار تعرفها أنت، هل معك أحد من أصدقائك وحدك؟ أو ثانيا عملية البحث في الجبل في المناطق الجبلية الوعرة البعيدة، هل هذا يشكل لك خوف مثلا، هاجس مثلا أنك ربما أن لا تعرف أماكن العودة؟ كيف حدثنا أنت الصم، كيف تعرف كل هذه الأمور؟ طبعا أبحث عن الجبال، لا بالعكس أنا إنسان شخص عادي مثل شخص سامع ولله الحمد، لدي مهارات أيضا في بعض الناس أنا أشاهدهم هم يبحثون عن خلية، ولذلك أنا نفس الشيء نفس الطريقة أبحث عن هذه من خلال أنشطتي وبرامج، مستحيل أن أتوقف عن هذه المهارة البحث عن خلايا، أبحث عن خلايا ولله الحمد، طبعا أنا أتاجر بهذه الخلايا من خلال العسل النحل، وأيضا ولله الحمد أنا مركز في هذا العمل وأكتسب منه مهارة ومصدر رزق. ممتاز جدا. هو يقول يعني ما شاء الله أنه عنده الثقة بالنفس أولا، وبعدين يبدأ بالبسملة، ويعني يركز على عمله فقط ويذهب للبحث عن خلايا النحل، وهذا أيضا ما شاء الله بشكل تجارة جيدة يساعد فيها أسرته. هل فقط للأسرة أو أنها يعني تستخدمها كتجارة بالنسبة للعسل؟ طبعا العسل عندما أصفي هذه النحل العسل النحل طبعا للبيع، والنصف الآخر يكون للأسرة، هذا النصف الآخر أقوم ببيعه، وتجارة مهمة ومصدر رزق، وأيضا ولله الحمد أن يقوم عن طريق تسويقه في سواء في دول الخليج أو في جميع محافظات السلطنة، وهو مصدر رزق. ممتاز ممتاز جدا. سؤال التالي بالنسبة للعسل الكثير، متى يعني توقيت يكون هناك عسل أكثر كمية تحصلوها في فصل الصيف في الشتاء، أو الأماكن التي تكون فيها هذه الخلايا؟ ممكن أيضا في أماكن معينة تحدثنا عنها؟ طبعا بالنسبة للشجر في الصحم أيضا وجود جبال، وأيضا للجو يكون معتدل ولله الحمد، في أيضا في مسقط يكون خلال شهر مثلا يناير أو شهر فبراير أنا أشاهد في مسقط، عندما يكون شجرة البرم لهذا الموسم طبعا أشاهد كيف طريقة العسل وخلايا النحل، والمهم الحمد لله رب العالمين، طبعا أنا أستفيد دائما من ناحية هذه، وأيضا أقوم بتعبيته وأصدره لولاية صحم. نعم، بالنسبة لولاية صحم العسل الفترة الزمنية الموجودة أي شهر أكثر فيها النحل أو العسل؟ طبعا يكثر خلايا النحل في شهر مايو وشهر يونيو بكثرة، طبعا أول شجرة هي شجرة البرم، عندما يكثر شجرة البرم خلال شهر مايو وشهر
يونيو، سواء البرم أو شجرة السدر، يكثر بكثرة شجرة البرم في شهر ممتاز جدا مايو. في الأخير بالنسبة لي تفكر في المستقبل أنه هذه هل راح تعمل مشروع بالنسبة لك بالنسبة للعسل؟ طبعا ولله الحمد أنا أقوم بتجارة النحل، العسل النحل، وأيضا أنا طبعا استقطبت من والدي كيف طريقة خلايا النحل، وعندما أقوم بتجارة هذا أعمل أشتري في مجموعة من الماعز والحيوانات وأقوم بحظيرة، لدي حظيرة طبعا أدخر هذا المبلغ لشراء حيوانات. رائع جدا، ممتاز جدا، هذه أيضا تعمل على استفادة من كل هذه المدخول من العسل. هل تنصح أنت بالنسبة للأشخاص الصم أيضا يعملوا في هذا أم أنكم صعوبة بالنسبة لهم؟ ما هي الكلمة اللي تحب توجهها للصم في مهارة؟ طبعا بالنسبة لي أنا أنصح الصم دائما، الصم طبعا ليس ضعيف وطبعا مهم جدا تأهيل هذه الأشخاص، وأنا أناشد الأشخاص سواء السامعين أو الأشخاص ذوي الإعاقة، نحن كلنا سواسية. نعم، سؤال بالنسبة لك أنت، بالنسبة لك أنت كل الصم ما يعرفوا، بالنسبة لك الأشخاص الصم كم عدد الصم اللي يستخدموا في العسل؟ طبعا في اشخاص من ذوي الاعاقه السمعيه ولله الحمد نقوم بتدريبهم وايضا تاهيلهم وتغييرهم ولله الحمد كيف طريقه ان شاء الله باذن الله جمع والبحث عن خلايا العسل. ممتاز جدا، الله يحفظك وان شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه، وايضا سبحان الله الله اعطى هذه المهاره وهذه المعرفه في التعامل مع العسل، وايضا يشكل فائده له وفائده ايضا لاسرته ومجتمعه والوطن، واحنا نشوف ايضا مثل هذه الاشخاص الذين يعتمدون على انفسهم في الارتقاء بانفسهم او ايجاد مصدر الرزق، ونحن نفخر بهم دائما وان يعملوا في هذا المجال، ونتمنى من الجميع ايضا دعم مثل هذه مثل هؤلاء الاشخاص بحيث ان ايضا يرتقوا باعمالهم. شكرا جزيلا لك يا عرب. شكرا أخي سلطان، يعطيك العافية. انتهت فقرتنا اليوم، نشكر الأخ عرب، إن شاء الله الأسبوع القادم الاثنين ما بنكون موجودين، راح نكون في الاثنين اللي بعد القادم بإذن الله تعالى، إن شاء الله يوم الخميس راح تكون عدد من الصم إن شاء الله من الجمعية العمانية ذوي الإعاقة السمعية، راح نذهب إلى المملكة الأردنية الهاشمية بحيث أن يكون هناك أسبوع الأصم العربي، راح تكون هناك مناشط كثيرة وفعاليات، وأيضا راح تكون أيضا موجودين معنا أيضا من دولة فلسطين أيضا موجودة معنا عدد من الصم، وراح يكون هذه مشاركة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.